خويا سفيان، كنشكرك بزاف سفيان الحوزي بالنسبه لهاد التفيقيصه هذه، خرجت غزاله تبارك الله، مكنا ضاربين حسابها، ولكن دابا الحمد لله الامور بخير. عندي هنايا الفيومي وخالد السلالات اللي خاصه شي حاجه. مرحبا. نهار على نهار وحنا كنزيدو كنكتشفو معلومات. التفقيصة سيدي سفيان، كنا حنا عوالين اول ما تخرج لنا هاد سميتو، ولكن تبارك الله خرجت ممتازة. كانت لقيت اخويا شي 58 بيضة خاوية وشي 24 بيضة اللي خاسرة ميت فيها الفلوس، هي اللي لقيتها ما سميتو ماشي الفلوس ميت، غير هو بحال داكشي، هو الفلوس ما كاملش في التخصاب. هادو عاود ثاني